السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مهندس أحمد محمود في مادة الاحتمالات والإحصاء. النهاردة هنتكلم عن حاجة اسمها الـ probability and counting rules. كنا الأسابيع اللي فاتت اتكلمنا في الإحصاء عن إزاي إن إحنا يكون عندنا داتا ونبدأ نعمل لها classification، اتعلمنا إزاي نعمل الـ classes، اتعلمنا بعد كده إزاي نحسب أو نعمل الـ frequency، بعد كده اتعلمنا ازاي نحسب حاجة اسمها المين، حاجة اسمها المود، حاجة اسمها الميديان، علشان نبدأ نعمل تصنيف للداتا بتاعتنا ونوصفها. اتعلمنا ازاي نرسم الهيستوجرام، الاوجيف والبوليجون، وبعد كده قلنا علشان نوصف الداتا بتاعتنا بشكل ادق حسبنا حاجة اسمها او عرفنا حاجة اسمها الفاريانس والستاندرد ديفيشن. النهاردة هنخش في الجزء التاني اللي هو البروبابيليتي، الاحتمالات. كل حاجة حوالين مننا هي عبارة عن احتمالات، حاجات ممكن تحصل، حاجات ممكن ما تحصلش. ده هيتعمل، لا ده مش هيتعمل، طب ده ممكن يحصل بشكل أكيد، لا ده مش هيحصل بشكل نهائي. كل الكلام ده هنبدأ نعرفه بداية من النهاردة. النهاردة هي عبارة عن introduction، حاجة بسيطة للي هو جاي بعد كده. خلينا نتوكل على الله كده ونشوف هنبدأ نشتغل ازاي. خلينا نعرف اول حاجة يعني ايه sample space او فضاء العينة. يعني ايه فضاء العينة او sample space؟ قالك دي كل النتائج الممكنة من تجربة الاحتمالات. يعني ايه؟ يعني على سبيل المثال ان انا عندي الكوين او اللي هو العملة المعدنية، لو الكوين ده هو ممكن يكون فيه صورة وفيه ممكن يكون كتابة، دي الاحتمالات او دي فضاء العينة، دي الحاجات اللي ممكن الاقيها في الايه، في العينة بتاعتي. حاجة تانية مثلا زي الزهرة، الزهرة بيبقى فيها 6 أوجه، الأوجه دي فيها أرقام من 1 لحد 6، يبقى أنا عندي فضاء العينة بتاعتي هي النتائج، هي الأرقام من 1 لستة اللي هي 1 و2 و3 و4 و5 و6. يبقى دي الـ sample space اللي موجودة مثلا في الكوين أو موجودة في الزهرة. يبقى اللي هي الـ sample space هو النتائج اللي ممكن حدوثها أو الاحتمالات اللي ممكن تكون كلها موجودة، أو النتائج اللي ممكن تكون كلها موجودة في التجربة اللي أنا بعملها. فعلى سبيل المثال مثلا المثال الأولاني، إن إحنا قلنا عندنا كوين هنعمله توس مرة واحدة، يعني هنعمل مرة واحدة، فعندي الاحتمال اللي هو ممكن يحصل لي يا هيت يا تيل. طيب لو أنا عملته مرتين، فلو عملته مرتين ممكن يظهر لي صورة، ممكن يظهر لي صورة معاها. يعني عملت المرة الأولانية جات لي صورة، بعد كده عملت توصل مرة تانية جات لي صورة. طيب ممكن حاجة تاني، ممكن أعمل مرة يجي لي أول مرة صورة، تاني مرة ممكن يجي لي تيل أو هيد وتيل. طيب تالت مرة ممكن أعمل أول مرة يجي لي تيل، تاني مرة يجي لي تيل، أو ممكن أعمل مرة كمان ويجي لي تيل الأول بعد كده الهيد. يبقى دي الاحتمالات الممكنة لو أنا عملت التوس الكوين مرتين أو توس تو كوين. طيب زهرة النرد أو الزهرة ممكن لو عملت لها مرة واحدة يطلع لي الأرقام، ممكن يجي لي مرة واحد، ممكن لما أعملها مرة تاني يجيب لي 2، ممكن لما أعملها مرة كمان يجيب لي 6 وهكذا. طيب خلينا ناخد مثال على ازاي ان احنا نجيب فضاء العينة. فبيقول لك find the sample أو the sample space for rolling two dice، اللي هو احنا عايزين نرمي الزهرة بتاعت النرد مرتين. ايه هي الاحتمالات اللي ممكن تجيلي او الاحتمالات اللي ممكن تظهر لي لو عملتها مرتين؟ تعال نشوف كده ممكن نحلها ازاي. طيب احنا نفترض ان احنا نعمل اول مرة وهيطلع لنا رقم 1، وبعد كده عملنا المرة اللي بعدها وطلع لي رقم 2، يبقى انا عندي اول مرة جالي رقم 1 و2. طيب تعال نعملها مرة كمان، جات اول مرة عملتها طلع لي 5، وتاني مرة طلع لي 4، يبقى انا جالي 5 و4. طيب تعال نعمل مرة كمان، هفترض ان اول مرة طلع لي ب2، وتاني مرة طلع لي برضك ب2. يبقى انا عندي الاحتمالات اللي ممكن تجي لي ايه هي لو بعمل السامبل سبيس مرتين لزهرة النرد. تعال نقول الواحد، مش الواحد لو عملته أول مرة وطلع، ممكن تاني مرة يجي معاه 1، ممكن تاني مرة يجي معاه 2، وممكن تالت مرة يجي معاه 3 وهكذا. يعني بقول إن الزهرة الأولانية لو حذفتها أول مرة،
اول مرة هيجي لي رقم 1. طيب تاني مرة لما احذفها هيجي لي رقم كام؟ ممكن يجي لي 1، ممكن يجي لي 2، ممكن يجي لي 3، ممكن يجي لي 4 او 5 او 6. يبقى ده كده الحالة لما احذف الزهرة اول مرة هيجيب لي وجالي رقم 1، فممكن يحصل لي ايه؟ ممكن يجي لي في المرة التانية من 1 او 2 او 3 لحد 6. طيب تعالى، حذفت الزهرة اول مرة وجالي رقم 3. طيب لما حذفتها تاني مرة ممكن الاقي رقم 1 بيجيني، ممكن الاقي رقم 2، رقم 3، وهكذا. يبقى انا كده محتاج اعمل او ايه هي الاحتمالات اللي ممكن تجيني من فضاء العينة، او ايه هي النتائج اللي ممكن تجيلي؟ 36 نتيجة. يبقى ده كده بالنسبة لي هو فضاء العينة لما احذف ظهرة النرد مرتين، تمام. طب لو حذفتها مرة واحدة؟ لا، لو حذفتها مرة واحدة يا اما هيجيلي 1، يا اما هيجيلي 2، يا اما هيجيلي 3، يا اما 4، يا اما 5، يا اما 6، زي ما شفنا في السلايد اللي قبل اللي فات. يبقى انا كده عرفت لما هشتغل مرة او لما هشتغل مرتين. بعد كده هنعرف حاجة اسمها الحدث او الايفنت. ايه هو الايفنت؟ قالك ده بيتكون من مجموعة من النتائج لتجربة الاحتمالات. طيب لو نفتكر كده مع بعض، فضاء العينة كانت ايه؟ كان كل النتائج الممكنة من تجربة الاحتمالات. طيب ايه الفرق؟ خلينا نفتكر كده ظاهرة النرد مع بعض. ان احنا قلنا ان الفضاء بتاع العينة بتاع ظاهرة النرد او الـ sample space كان عبارة عن الارقام اللي ممكن كلها تطلع لي. يعني عندي الواحد والاثنين والثلاثة والاربعة والخمسة والستة، دي الارقام اللي كانت ايه؟ لازم لما اجي ارمي الزهرة يطلع لي رقم فيهم. يبقى انا كده عملت ايه؟ جبت الداتا كلها. طيب الحدث دي مجموعة، يعني ممكن يطلع لي، يعني مثلا انا بقول ان انا بقول رقم 5، فرقم 5 ده ممكن يطلع لي ولا ممكن ما يطلعليش؟ اه ده ممكن يطلع لي، لانه ده ايه؟ بارت او جزء من الاجابات اللي ممكن تجيني من فضاء العينة، تمام. يبقى ده ايه؟ ده كده الفرق ما بين الايفنت والايه؟ والسامبل سبيس. تاني الفرق ان الايفنت هو جزء من السامبل سبيس، يعني كاني بقول النتائج اللي ممكن تطلع لي من التجربة، لكن مجموعة من النتائج، لكن ال sample space لا، دي كل النتائج. اوكي تعال ناخد مثال هيفهمنا الدنيا اكتر. دلوقتي بيقول لك ان انا لو عايز اعرف ال probability لاي حدث، احتمالية حدوث اي حاجة، هي عبارة عن ايه؟ number of outcomes على ال total number of outcomes in sample space. يعني ايه؟ يعني من الاخر هو عبارة عن عدد الـ outcomes، عدد النتائج على ايه؟ على العدد الكلي للنتائج بتاعة الـ sample space. تعال نفهم القانون ده عشان ما يتلخبطش في مثال زي ده. دلوقتي انا عندي الكوين، قلنا ممكن يطلع لي هيد، ممكن يطلع لي تيل. في الحتة دي هو بيسألك، بيقول لك ما هي الـ probability الـ B لظهور الـ H اللي هي الـ head. طيب تعالى نفتكر كده القانون كان بيقول الـ number of outcome على الـ total number of outcome in sample space. الـ sample space طيب في فضاء العينة بتاع الـ coin كان ايه؟ كان head و tail، صح؟ دي أول حاجة قلناها. يبقى أنا عندي حاجتين، يا head يا tail. يبقى أنا كده عندي الـ number ده بكام؟ باتنين. طيب عندي كام head وكام tail في الـ coin الواحد؟ عندي head واحد و tail واحد. يبقى أنا دلوقتي بدور على الهيد، يبقى انا هقول واحد عشان انا عندي هيد واحد، على اتنين اللي هو فضاء العينة. يبقى احتمالية ظهور لما اجي اعمل الكوين مرة واحدة وعايز هيد ممكن تجيلي كام؟ نص. طيب تعالى في ظاهرة النرد على سبيل المثال، دلوقتي انا بقول عايز اعرف احتمالية ظهور الرقم اتنين في ظاهرة النرد. طيب احنا عندنا كام اتنين موجودة في ظاهرة النرد؟ هي اتنين واحدة، صح؟ لما احذفها مرة واحدة هي هتطلع لي اتنين واحدة، يبقى انا عندي واحدة. طب عندي كام السامبل سبيس اللي موجودة في ظاهرة النرد؟ هي كام؟ ست ارقام، اللي هو 1 2 3 4 5 6، يبقى دي الست. يبقى الاحتمالية بتاعت ظهور رقم اتنين هي 1 على 6. طيب تعال نشوف احتمالية ظهور رقم اود، رقم فردي في ظاهرة النرد. ايه هي الارقام الفردية اللي موجودة عندي؟ عندي الواحد، عندي التلاتة، عندي الخمسة. يبقى انا عندي 3 ارقام
على كام؟ على 6، اللي هما فضاء العينة بتاعي، تمام كده؟ قال لك إن إحنا ممكن نطلع الاحتماليات دي أو البروبابيليتي ديت، نطلعها في صورة فراكشن كسر، ممكن نطلعها في صورة ديسيمالز أرقام عشرية، وممكن نطلعها في صورة بيرسنتجز حسب ما يطلب منها في الامتحان. يعني في الامتحان لو حطيت أو في السؤال حطيت نص، هي هي ال50%، هي هي ال5 من 10. ممكن في الامتحان يقول لك طلعها لي بالنسبة المئوية، فلازم تطلعها له بالمنظر ده، لكن لو ما ذكرلكش حاجة يبقى أنت مش مجبر إنك أنت تطلعها له بإيه؟ بحاجة محددة. بعد كده عايزين نعرف بقى إن احتمالية حدوث أي شيء في الدنيا قيمة بتتراوح من 0 لـ1. يعني احتمال حدوث الشيء في أي حاجة، أي حاجة ممكن تحصل ليها احتمال من 0 لحد 1، أو من 0% لحد كام؟ 100%، تمام كده؟ طيب لما يكون الاحتمال بتاع حدوث الشيء مؤكد، حدث هيحصل 100%، يبقى ده اسمه الـ certain event، اللي هو الحدث المؤكد. لازم يطلع قيمة الـ PA أو احتمال حدوثه بكام؟ بواحد، أو الـ100%. طيب لو بقول لك ده حدث مش ممكن يحصل، uncertain event أو impossible event، حاجة مش ممكن تحصل، يبقى لازم الاحتمال بتاعي بكام؟ يطلع بزيرو. لكن أي حاجة in between لازم هتطلع ما بين الزيرو ولغاية الواحد، مفيش احتمال بيطلع أكبر من الواحد، ومفيش احتمال بيطلع بالنيجاتيف. طيب خلينا ناخد مثال على كده. لما اجي اقول لك احتمالية ظهور رقم اقل من 7 في زهرة النرد او في حجر النرد، هيطلع كام؟ هو ايه الارقام اللي ممكن تجي لي اقل من 7 في الزهرة؟ عندك الواحد والاثنين والثلاثة والاربعة والخمسة والستة، ودي كلها ارقام اقل من 7، يبقى احتمالية ظهور اي رقم اقل من 7 هي احتمالية مؤكدة 100%. طب تعال نعمل العكس. لو انا بقول لك انا عايز ايه هي احتمالية ظهور رقم اكبر من 7 في زهرة النرد، هل في رقم اكبر من 7؟ هل في مثلا 9 في الزهره؟ مفيش. فاللي هيطلع لي ايه؟ احتمال مش موجود، يبقى ايه؟ uncertain event او impossible event، تمام كده؟ طيب مثال كمان اهو. لما اجي اقول لك احتمال ظهور رقم 9 اهو في زهره النرد بيساوي، هل في اي تسعات موجوده في زهره النرد؟ القانون اللي كنا قايلينه من شويه، اللي هو number of total outcomes على ال total number of outcomes in a sample space، القانون اللي قلناه من شويه. هل في اي 9 موجوده في زهره النرد؟ ادي اصلا ده فضاء العينه بتاع الزهره بتاعت النرد من 1 لـ6، يبقى انا عندي لا مفيش اي تسعات، يبقى 0 على الـ6 اللي هو عدد دول، يبقى كام؟ ده 0، يبقى ده uncertain. طب لما اقول لك احتمال ظهور رقم 6، احتماليه ظهور رقم 6 سوري رقم اقل من الـ6 او رقم اقل من الـ7، لا هتلاقي رقم اقل من الـ7 هنا، اللي هو كام؟ على سبيل المثال مثلا 1 2 3 4 5 6، هما 6 أرقام على 6، يبقى بكام؟ بواحد. ده هنا أنا بقول بي الاحتمال بتاع رقم أقل من الـ6 دي كده سوري يساوي أو أقل من الـ6، تمام؟ هنا المفروض في علامة يساوي، تمام؟ بي الاحتمالية بتاعة رقم أقل من أو يساوي الـ6. عندي الأرقام من 1 لـ6 ممكن كلهم يظهروا، أدي 1 2 3 4 5 6 على فضاء العينة بـ6، يبقى ده certain event موجود عندي. مثال بسيط كده هنتكلم فيه على طول. عندنا بيقول لك find the sample space for the gender of children if a family has 3 children, use B for boy and G for girl. إيه هنا اللي طالبه منك؟ بيقول لك أنا عايز هنا الـ sample space أو فضاء العينة لجندر اوف تشيلدرن، لعائلة لديها ثلاث اطفال. طيب احنا نقول ان احنا عندنا ادي العائلة لديها ولد ولديها بنت، كل واحد منهم ممكن يجيب ولد وبنت، يبقى انا عندي هنا العائلة جابت ولد، والولد ممكن يجيب ولد وبنت، والولد والبنت كل واحد فيهم ممكن يجيب ولد وبنت، يبقى انا كده قدرت ان انا اوصل للايه؟ للتشيلدرن رقم 3 او الحفيد رقم 3. طيب دلوقتي كده برضك انا ما قدرتش اطلع الاحتمالات بتاعتي بشكل صح، دلوقتي انا ملخبط الدنيا مش عارف احلها. طيب ممكن احلها ازاي؟ قال لك بدل ما تكلك على نفسك
وتحس ان الدنيا مقفله خالص، ممكن نستخدم طريقه تانية، حاجه اسمها تري دايجرام. ايه الطريقه ده؟ هي دي انا بستخدم فيها حاجه شبه الشجره او التفرعات بتاعه الشجره او زي المخطط انت بترسمه، عشان يسهل لك الايه المساله او النوع ده من المسائل. ازاي؟ دلوقتي احنا بنقول ان احنا عندنا عائله عايزين نجيب لحد الطفل او الحفيد الكام التالت. ففي الاول خالص ادي العائله موجوده عندي، عندها بوي وعندها جيرل. البوي ممكن يجيب بوي وممكن يجيب جيرل، والجيرل هنا ممكن تجيب برضك بوي وتجيب جيرل هنا. طيب بعد كده البوي ده مش ممكن يجيب بوي او جيرل، كذلك الجيرل ممكن تجيب بوي او جيرل. برضك هنا البي ممكن يجيب بي او جي، وهنا الجي ممكن تجيب بي او جي. يبقى دي كده الاحتمالات اللي ممكن تحصل كالتالي: بوي هيجيب بوي هيجيب بوي، يبقى بي بي بي، او بوي هيجيب بوي وهيجيب ايه جير، يبقى بي بي جي. طيب تاني، البوي هيجيب جير والجير اللي هتجيب بوي، يبقى بي جي بي، ادي بي جي بي. او البوي هيجيب جير هتجيب جير، يبقى بي جي جي، وهكذا. هنعمله ايه في الناحية ديت؟ يبقى انا بقى عندي كام حاجة ممكن الاقيها، او سامبل سبيس، 8 احتمالات موجودة عندي. يبقى ده السامبل سبيس اللي موجود عندي عشان اجيب الجندر اوف 3 children in a ايه in a family. كده الدنيا بقت اسهل، بدل ما كنت هعملها من شوية واقول الولد هيجيب ولد وولد هيجيب ولد والولد ممكن يجيب بنت، ليه لو لفة سودة؟ لا، انا في غنى عن كل ده، ممكن بدايجرام بسيط زي ده هو احل مسألة من النوع ده. عندنا حاجة اسمها الكومبلمنتري ايفنت، او الاحداث المكملة لبعضها، او الحدث المكمل لحدث اخر. يعني ايه؟ يعني عندنا حدث، على سبيل المثال الكوين اللي عندنا، احتمال ظهور التيل مثلا بيساوي نص، واحتمال ظهور الهيد بيساوي نص. يبقى احتمال ايه اللي هو التيل زائد احتمال الاي بار اللي هو الهيد بيساوي واحد، اللي هو نص زائد نص بيساوي واحد. طيب ايه اللي قلت عليها دهيت اللي هي ديت؟ الاي بار هو الحدث المكمل للحدث ايه. هنفترض ان انا بقول هنا لو عايز احسب احتمال حدوث الوجود بتاع التيل، يبقى هقول هو الواحد ناقص احتمال حدوث الهيد. احتمال حدوث الهيد بكام بالظبط؟ احتمال حدوث الهيد بنص، يبقى واحد ناقص النص هيساوي كام؟ النص اللي هو احتمال ظهور التيل. الرسمة اللي كانت مرسومة من شوية دي حاجة شبهها اهيت. عندنا المربع او المستطيل الاحمر ده كله، ده اسمه السامبل سبيس. لو جيت قلت لك ان احتمال يظهر الجزء الدائري ده هو اللي هو البي اي، اللي هنقول مثلا ان البي اي هو احتمال ظهور الهيد، يبقى اكيد احتمال ظهور التيل اللي هو البي اي بار بيساوي المربع ده كله او المستطيل ده كله ناقص ايه؟ ناقص الدايرة. يبقى ادي المستطيل ده كله اللي هو سامبل سبيس كلها اللي هو الواحد ناقص الاحتمال بتاعه اللي هو كام؟ النص. يبقى انا عندي هنا النص ده هيساوي واحد ناقص الكام؟ النص ده. تمام كده؟ تمام. طيب بعد كده عندنا حاجة اسمها الاند والاور. يعني ايه الاند والاور؟ اند يعني احتمال حدوث الشيء ده والشيء ده، يعني احتمال حدوث ده او ده مع بعض. طيب الاور احتمال حدوث ده او ده. اند واور دول هنعرفهم بالتفصيل بعد كده، مش دلوقتي، خلينا بس ماشيين النهارده ستيب باي ستيب كده، نفهم الدنيا ماشيه ازاي، وازاي انترودكشن بسيطه عن الكلام اللي بعد كده هنتكلم. عندنا مثال بيقول لك دلوقتي ان احنا عندنا مجموعه من الناس اخدتها وعملت لهم تحليل دم. عندي انواع الدم او فصائل الدم A B و A B و L O. لقيت ان انا عندي حوالي 22 واحد فصيلة دمهم A، عندي 5 فصيلة دمهم B، عندي 2 فصيلة دمهم A B، وعندي 21 واحد فصيلة دمهم كام O، او فصيلة دمهم O. دلوقتي جاني اداني شويه اسئله. السؤال الاولاني بيقول لك ايه هي احتمالات ظهور او ان يجيني شخص
من اختيار عشوائي فصيلة دم O. يبقى لو نفتكر القانون اللي كنا قلناه من شوية بتاع ال probability of any event بيساوي ال number of outcomes على ال total number of outcomes in sample space. تعال أول حاجة نشوف أنا عندي كام واحد فصيلة دمهم O. عندي 21 واحد. طيب يبقى أنا عندي 21 واحد. طيب ال sample space أو الاحتمالات اللي ممكن تجيلي كلها مش هي ممكن يكون A أو B أو A B أو O، يبقى مجموع A الأرقام دي ال 22 مع ال 5 مع ال 2 مع كام؟ مع ال 21 هيديني مين؟ ال total number بتاع ال sample space. يبقى أنا عندي ال 21 على ال 50 هيطلع لي نسبة أو احتمال إن يظهر لي واحد من العينة دهيت بيحمل فصيلة دم O. طيب بيقول لي هنا عايز اعرف الواحد فصيلة دمه B or A او A or B، احتمالية ظهور واحد فصيلة دمه A or B. طيب A or B معناه ان انا بقول لك دلوقتي الخمسين شخص دول واقفين قدامي، عايز اعرف لو انا اخترت شخص من الاشخاص دي ايه احتمالية ظهور الشخص ده هو يكون A او B. يبقى انا بكل بساطة هقول هات لي كل اللي فصيلة دمهم A واجمعهم لي على كل اللي فصيلة دمهم B، يبقى انا كده جبت التوتال بتاع ايه النسبة المئوية او النسبة بتاعت الناس اللي ممكن تطلع لي A او B. يبقى هيساوي ال 22 اللي هم عدد الاشخاص الحاملين لفصيلة دم A على ال 50 اللي هو فضاء العينة زائد الخمسة اللي هم عدد الناس اللي حاملين لفصيلة دم B على فضاء العينة اللي هو 50، هيطلع لي 27 على 50. يبقى ده احتمالية حدوث ظهور A أو B. تمام كده؟ تمام. ركز معايا في الحتة دهيت، لو جالك في المسألة بيقول لك عايز probability neither A nor O، لو جالك كده السؤال probability neither A nor O ده معناه ايه؟ ده معناه اللي هو الكلام اللي برصاص ده اللي هو either B or AB. يعني ايه من الاخر؟ يعني هات لي الاحتمالات بتاعة الفصائل التانية اللي هي مش O ولا A. انا ايه الفصائل اللي موجودة كانت عندي اصلا؟ كان عندي ال A وال B وال AB وال O. هو هنا بيقول لك neither A nor A O، يبقى انا هنا مش عايز ال A ومش عايز ال O. ايه اللي متبقي عندي؟ متبقي ال B وال AB. اروح اشوف الاحتمالات بتاعتهم، هتلاقي الاحتمالات بتاعتهم كان هنا عندي خمس اشخاص في ال B على السامبل سبيس، وعندك ال A B كانوا شخصين فقط وتقسمهم على ال ايه الخمسين اللي هو ايه السامبل سبيس، يطلع لك 7 على 50. طيب اخر حاجة لو جه مثلا قال لك B او البروبابيلتي نوت A B، يعني ايه؟ يعني عايز اي حاجة غير ال A B. طب لما تقول انك عايز حاجة غير ال A B كأنك بتقول لي هات لي مكملة او الكومبلمنتري ايفنت للايه للحدث AB. فلما اقول ال B not AB او ال probability not AB ده بيساوي 1 ناقص احتمالية حدوث ال AB. طب احتمالية حدوث ال AB دي كانت بتساوي ايه؟ ال 2 اللي هو عدد الاشخاص بتوع ال AB على ال 50 فضاء العينة بتاعي، هيطلع لك برقم 1 ناقص الرقم ده يطلع لك ايه الكومبلمنتري بتاع ال A B، او لما يقول لك الاكسبريشن بتاع البروبابيلتي نوت اي بي، يبقى تعرف انك انت كانك بتجيب الكومبلمنتري، يبقى كانك بتطرح الاحتمالات كلها ناقص مين، او سوري اللي هو الاحتمالات كلها ناقص مين احتمال الاي بي. طيب هنا اللعب للاسف بيكون بالالفاظ، الافكار كتير، الالفاظ لفظ واحد ممكن يغير لك الدنيا كلها تلخبطك، فهي فهم مش اكتر، فانت تركز والدنيا تمشي مع تكرار الأمثلة مع التركيز هتلاقي الدنيا سهلة وبتمشي معي. عندنا لفظين برضك مهمين اللي هو at least و at more. يعني ايه at least؟ يعني على الأقل. لما يقولك at least يعني على الأقل، يعني بتجيب الأرقام اللي بعد منها. يعني ايه؟ هنعرف في مثال بعد كده. at more يعني على الأكثر. يعني ايه على الأكثر؟ يعني بيقصد انك انت تجيب له الأرقام اللي قبل منها. طب ده معناه ايه؟ ده هنفهم. خلينا عندنا مثال بسيط يفهمنا at most و at least.
دلوقتي عندنا مستشفى، المستشفى دي فيها عدد من المرضى، عدد من المرضى في ناس قعدت 3 ايام اهو number of days stayed، والفريكونسي عندي الناس اللي قعدت 3 ايام هم 15 شخص، اللي قعدوا 4 ايام هم 32 شخص، واللي قعدوا 5 ايام هم 56 شخص، واللي قعدوا 6 ايام هم 19 شخص، واللي قعدوا 7 ايام هم كام؟ 5 اشخاص. السؤال الاولاني بيقول لك find these probabilities a patient stayed exactly 5 days، عايز اعرف عدد المرضى اللي هم قعدوا 5 ايام بالظبط. يبقى انا عندي احتماليه وجود المرضى اللي قعدوا 5 ايام بالظبط، يبقى ادور على الخمس ايام، بقيت الخمس ايام قعد قدامهم كام؟ 56 مريض. يبقى انا عندي 56 مريض دول هقسمهم على كام؟ مجموع ان الايه الاشخاص كلها اللي هو السامبل سبيس اللي هو 127. يبقى انا هقول بيساوي 56 على كام؟ على 127. طيب بي a patient stayed less than 6 days، عايز اعرف عدد المرضى اللي قعدوا اقل من 6 ايام. بقى قعدوا اقل من 6 ايام، يبقى انا هشوف المرضى اللي قعدوا 5 و4 و3 ويومين ويوم، يبقى 5 ايام و4 ايام و3 ايام ويومين ويوم. طيب انا عندي هنا فعلا مرضى قعدوا اقل من 6 ايام، عندي 5 و4 و3، ما عنديش يومين وما عنديش يوم، يبقى هعمل ايه؟ هاخد الثلاث ارقام دول اجمعهم. يبقى انا عندي 56 على 127، 32 على 127، وال 15 على الكام؟ على ال 127. الرقم اللي هيطلع لي هو ده اجابه السؤال الثاني. السؤال الثالث a patient stayed at most 4 days، عايز اعرف عدد المرضى اللي قعدوا على الاكثر 4 ايام. لما اقول لك على الاكثر من شويه قلناها at most، خد الارقام اللي قبلها هي والارقام اللي قبلها، يبقى انا هشوف الناس اللي قعدت 4 ايام و3 ايام ويومين ويوم. ما عندناش يومين ويوم، ما عنديش غير 4 و3 ايام، يبقى هاخد ال 32 على 127 زائد ال 15 على كام؟ على ال 127. طب اتليست ده العكس بتاع الناس اللي قعدت اكتر من 5 ايام، يبقى 5 ايام هاخدها و6 ايام و7 ايام، يبقى اهو ال 56 على 127 زائد 19 127 زائد ال 5 على كام؟ على ال 127. كده انا جبت الاحتمالات بتاعت الاربع اسئله بتاعتي. دي الاجابات بتاعتها هي احتمال ان انا الاقي اشخاص قعدوا 5 ايام 56 على 127، الاحتمالات بتاعت الناس اللي قعدت اقل من 6 ايام هما بتوع الخمس والاربع والتلات ايام اهو fewer than 6 days means 3 و4 و5 ايام، 3 و4 او 5 ايام. بعد كده at most معناها 3 or 4، at least معناها 5 او 6 او 7. اعتقد كده الدنيا تكون فهمت اكتر عن at least و at most. المسألة ده هي والمسألة دي المفروض هتقعدوا تحاولوا تحلوهم، وان شاء الله تلاقيهم سهلين مفيش فيهم اي صعوبة، تقعدوا تفكروا فيهم ان شاء الله، واللي هيكون عنده اي مشكلة او في حاجة وقعت منه ممكن يرجع يعيد الفيديو تاني. وأتمنى يكون المعلومة وصلت لكم بشكل كويس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.